السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح اغرس نخلة نسيجية، يعني طالعة. راح ابين لكم طريقة غرس النخلة ان شاء الله. تعبوا يا الفيديو. هسه هذا عبارة عن داري مخبوط، حاول نخبطها. سنحط من هذا الهيومك، هيومك اسيت غير هاي الكمية. هاي النقطة اللهم صل سايح شوي حدين انتقل الهواء بسم الله نضيفها شوي منها استخراج الهواء. شوف الفقاعات هاي عم تستخرج الهواء. الدب هاي الدب هيك ماي منو بدب التراب عليه. ان شاء الله تمت عملية الزراعة. هسه نزرع ان شاء الله، الله يعطينا خير ان شاء الله. هذا نسيجي برحي. ان شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.